السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيناكم في وصفه جديده وغنديروا واحد الكراطان اللي هو مختلف على الكراطان اللي كنعرفوا، اللي كيدار بالخضار ولا كيدار بالعجائن لي بات، اللي ما غنديروه بالشعريه الصينيه عندنا اليوم ان شاء الله. غنحتاجوا في هذه الوصفه غنحتاجوا 800 غرام حتى الكيلو 500 غرام اللي كان عندكم ديال الكفته ولا اللحم المفروم، وغنحتاج واحد الراس تاع البصله مشلط وجوج فصوص تاع الثوم حكيتهم هما هنايا، وغنحتاج واحد لاكورجيت محكوكه وواحد الحبه ديال الجزر ولا خيزو محكوك، والعطريه غادي نحتاجو معاكم نص معلقه ديال سكين كبير، نص معلقه صغيره ديما معلقه صغيره ديال سمحوا لي ديال الخرطوم، وديال سكين كبير وديال الفلفل الابيض ولا البزار، درت واحد شويه ديال نقول الشوينيه ولا الفلفل الحار بودره، وعندي البابريكا، عندي الملح، عندي القزبر يابس مطحون، وعندي شويه اليزير ولا اكليل الجبل اللي كيتناسب مزيان مع كيجي زوين مع الكفته. هادو هما المقادير اللي غنحتاجو، وما نساوش ديما واحد الكويس نص كاس تاع زيت البلديه ولا زيت الزيتون باش غنشحر هادشي ديالي. البنات خدينا مقله درنا سخن، نديرو فيها هاد الكاس نص الكاس تاع زيت البلديه، غادي نديرو فيها نديرو هاد البصله والثوم خضره نحرمهم مزيان، نخليهم تسطى واحد شويه حتى تهبط البصله تحمر شويه على مزاجها الخضره. البنات سمحوا لي ما وريتكمش واحد شويه ديال الفطر اللي عنده اللي ما عندوش يمكن يستغنى عليه، وشويه القزبر وما عندناش مقطعين ضروب، هذا نسيت ما قلتهمش ليكم، اللي ما عندوش الفطر لا الشامبينيون لا ما داروش ماشي مشكل ما متوفرش عندهم. هنا هبطت شويه البصله هي الثومه، نزيد عليها الزيتو، نزيد عليها كاع الخضره ونخليهم حتى يطيحوا شويه يذبل عليهم طيبوا لينا ونرجعوا معاكم. البنات انا خديت شعريه الصينيه ودرتها هنا باش نطوي عليها الماء طيب باش يلا نوجدها بما وجدتها الفلفل، وهادو فيهم 250 غرام، انا غندير تقريبا على جهه 400 غرام، غندير جوج باكيات كاملين بحال هكا جهه 400 غرام. البنات غنخوي عليها المغليان ولا الماء طايب، ها هي هنايا ان شاء الله توجد لينا، ونصفيوها ونقطعوها بما طبقنا الفلفل ديالنا اللي غادي نستعملو في هاد البغاطا. خليوها واحد الخمسة دقايق حتى العشرة دقايق ترطى مزيان، ومن بعد نصفيوها ونقطعوها بالمقص. بنات ها الخضرة ديالنا بدات تقريبا طابت، غنزيدو عليها اللحم ديال الكبسة ولا اللحم المفروم، سمحو ليا نستعمل المكوية مغاديش نشقاو لما درنا يدينا مزيان بحال هكا. التوابل غنخلط الخلاطه مزيان، احنا البنات نخلطو مزيان هادشي باش تاخد العطريه وتعجن مع الخضره. خليوها
الشامبينيون ولا الفطر. هاد القزبر ما عندناش، غنخليهم هما هنا. تسمحوا لي ما قلت لكمش، خاصنا نديروا واحد جوج معالق كبار ديال المطيشه، واللي ما عندوش هاد المطيشه يدير غير معلقه كبيره ديال المطيشه ديال الحك ويذوبها في شويه الماء. باقي نصايبو في البيشاميل ديالنا، غادي نزيدو الدقيق اللي قلنا، نشا ديال مايزينا، وملعقه كبيره ديال دقيق الروز. ها البيشاميل اللي درناه هنا، زدنا الحليب غير بشويه بشويه، درنا قبيسه ديال الملح، درنا شويه الكوزه ورديناها فوق البوطه. طيب البنات ديما تبقاو تحركوا، ما تغفلوش عليها باش ما تلصقش لتحت، تعود دايره لكم تعود مكوره دايره حبيبات، ولا ديما تبقاو تحركوا بحال هكا. والحليب تزيدوه في الاول بشويه بشويه حتى تخلطوا مزيان باش ما يغلبش عليكم، عاد تزيدوا الكميه كامله. دابا نوريكم هالشعريه الصينيه صفيتها، ها هي. دابا غادي نقطعوها بالمقص، نقطعوها مزيان. ما تصفات من الماء مزيان، احنا قطعناها فحد دابا عندنا واجده، نستناو لاصوص ديالنا يطيب، البيشاميل يطيب، ونمطيو الكراتان ديالنا ان شاء الله. البنات ها الكفته ديالنا وجدات، هي والخضره. غادي نزيد عليها شويه دابا، غادي نطفي عليها ونستنى البيشاميل حتى تجيب ان شاء الله، ونضيف الكراتان. ها البيشاميل ديالنا طيبت بجد، هي بدات كتعقع، شوفو ما فيها لا كويرات لا حبيبات لا والو، هي خاصها ديما تبقى تحركو فيها. هادي ديال اللي كنصايبو بالنشا ديال مايزينا كتبقى روزه، كتجي خفيفه وزوينه البنات، جربوها وتشوفوا النتيجه. قلت لكم حتى الناس اللي عندهم الحساسيه ديال الغلوتين يمكن يديروا بيشاميل، يديروا بها لي بات، يديروا بها غراتان، يعني ساكن يقدروا حتى هما تكون عندهم بيشاميل بدون غلوتين. دابا هنا انا غنطفي عليها وغنزيد عليها هذا ديال قشده طريه، هاد فيها 200 مليلتر، ونرجعو ان شاء الله. البنات خدينا هاد الاناء شويه كبير وفيه اتساع، وحنا اللي درنا الشعريه الصينيه اللي حنا عليها الحشوه ديالنا كلها، خاصنا نخلطوها مزيان مزيان باش الشعريه الصينيه كلها تشرب هاد الشيء اللي درنا. دابا نخلطها مزيان ونرجع معاكم، حاولوا تخلطوها مزيان باش الشعريه الصينيه كلها تشرب معاك، تكون الا كنت على بعضياتها تنحكوها مزيان باش تشرب كلشي، ما تجيش ليكم جهه فيها وجهه ما فيهاش، تبقى بيضاء وما تشربش. هنا انا جبت هذا المول عندي، دهنته بشويه الزبده ودرت فيه، درت فيه غير شويه، نقولوا غير درت شويه لتحت ونسقي شويه بالبيشاميل، عاد ندير الغرفه الثانيه ديالها هكا باش تجيني شاربه البيشاميل. عندو الفرماج الحمار محفوف كيديرو، لي معندوش يدير الجبن محفوف. نزيد الطبقة التانية، سخوني الموت تاخدو مغاديش يشدو الما، غتيجي زوين وتيجي بنين وتيجي بنيات. وجبة متكاملة فيها الخضار، فيها اللحوم، فيها الحليب، فيها. ودابا ندير الطبقة الثانية ديال البيشاميل.
شويه الجبن المحكوك من الفوق. البنات ما عندنا كلشي طايب، غندخلوها الفرن يكون سخون مزيان، نحسبوا لها واحد 20 دقيقه حتى 30 دقيقه باش هاد المكونات كلها تجانس مع بعضياتها. حنا غنغطيها بكارط الومنيوم حتى نحس بها مزيان سخنات ولا كتلفو كلشي تهاجم مع بعضياتها، وعاد نعليها باش تحمر شويه. نحطوها على فران على 220 تكون الحراره مرتفعه يكون سخون ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. الكراتان ديالنا وجد، الشعريه الصينيه. البنات هالكراتان ديالنا وجد بالشعريه الصينيه، نتمنى يعجبكم وتجربوه، وما تنساوش تابوناو وتبارطاجيوه مع جميع الاهل والاصدقاء ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. والسلام عليكم.